أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أعمل وزميلي على مكتب واحد، وعند ذهاب زميلي إلى الصلاة يضع عليه الدخان في درج المكتب، فقمت بأخذه وإتلافه لتحريمه شرعا. سؤالي: هل عملي هذا صحيح، حيث إن زميلي يطالبني بقيمة الدخان؟ هذا ما هو بحل أنك تأخذ الدخان وتحرقه يروح يشري ثاني. الحل أنك تنصحه وتعظه، ذكره بالله عز وجل لعله يقتنع ويتركه اقتناع. أما إذا أخذته، أول شيء أنك لست مخولا لهذا، هذا من حق ولاة الأمور، هم اللي يتلفون الأشياء المنكرة، أصحاب السلطة. أما الإنسان اللي ما له سلطة هذا لا ينكر بيده ولا وإنما ينكر بلسانه فقط، يعظ ويذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل الناس ثلاث درجات: اللي يقدر على الإنكار باليد ينكر باليد وهو السلطان أو من ينيبه السلطان، والذي ليس عنده سلطة ينكر باللسان بالموعظة والتذكير أو التبليغ عنه، تبليغ أهل الحسبة عنه، هذا الإنكار باللسان. وإذا كان ما يستطيع لا باليد ولا باللسان ينكر بالقلب ويبغض المنكر وأهله ويبتعد عنهم. نعم.